اللي عايزين نتكلم فيه كمان والملفت للنظر ان انطلقت منافسات هنا بطوله الجمهوريه المفتوحه للجودو. اتكلمنا عن البطوله دي قبل كده، هتقام بصاله اتحاد الشرطه الرياضي، هيشارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، نتكلم من مختلف الانديه والهيئات الرياضيه. وكان بيستعد منتخب هنا الجودو للمشاركه في بطوله الجائزه الكبرى اللي هتكون يناير القادم في البرتغال، ده ضمن طبعا سلسله البطولات المؤهله لاولمبياد باريس 2024. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. النهاردة احنا موجودين في بطولة الجمهورية المفتوحة للبراعم اللي هم 10 سنين و11 سنة. طبعا انت حضرتك شايفة الاعداد لم تسبق في تاريخ الجودو ان يشارك في بطولة واحدة كم الاعداد دي. احنا بقالنا ده تالت يوم بنلعب فيه حوالي 3000 لاعب ولاعبة، بنلعب على 8 أبسطة، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الجودو ان احنا بنلعب على عدد 8 أبسطة. انت حضرتك شايفة حجم المشاركين قد ايه، ده بيدل على حجم الانتشار اللي بقى موجود للعبة الجودو في مصر. المرحلة العمرية دي الاتحاد الدولي أصلا بيخلي أبطال العالم هم المدربين في العالم، هم المرحلة دي مش أي لأنها أصلا مراحل تدريب البطولة، مراحل بجانب تربوية، بناء أساس للاعب، بناء أساس. اللعيب الكبير بيروح جاهز للفريق الكبير او بيروح جاهز، لكن هنا ازاي بتصنع لاعب وتصنع بطل، فلازم يكون مدربه من ضمن المدربين اللي مثلت مصر، من ضمن المدربين اللي طلعت بطولات عالم، بطولات افريقيا، وده اللي بيعمله باشمهندس مرزوق، بيطبق ده تعليمات الاتحاد الدولي، ان انت لازم اللعيب يتاسس صح مع مدرب يكون خاض تجربه رفع علم بلده ورفع علم اسم مصر، طبعا عشان يطلع بطل اولمبي بطل عالمي يكون قدام لمصر ان شاء الله. ما شاء الله النهارده احنا العدد ده كله خلانا ان احنا البطوله على عدد 8 ابسطه، ويمكن دي اول مره في مصر انا بشوفها في بطولات العالم بره والبطولات الدوليه، انما النهارده بصراحه اول بطوله بالتنظيم ده وبالنظام ده 8 ابسطه. طبعا احنا اللجنه الرئاسيه للحكام النهارده احنا يعني عندنا مجموعه من الحكام ان شاء الله المتميزين يعني، فقدرنا ان احنا النهارده جايين بعدد حوالي 50 حكم، لان طبعا 8 ابسطه وكده. اللي كان النهارده بجد الحاجه الجميله اللي هو الحماس اللي موجود، والنهارده اولياء الامور ما شاء الله يعني في متابعتهم للاولاد والكلام ده والحماس بين المرات وبعضها والتنافس، لا جو جميل جدا يعني نجح فعلا المنظومه اللي عملها اتحاد الجودو. الجودو المصري دلوقتي زي ما حضرتك عارفه بقى في حته ثانيه خالص، احنا الحمد لله متتابعين افريقيا سواء شباب او ناشئين او كبار، وقدرنا نوصل لميداليه عالميه كمان لبطل من ابطالنا، فالنتيجه دلوقتي ان الجودو لازم كله يتطور من تحت. فبدأنا نعمل قاعدة جديدة، دي كانت فكرة باشمهندس مرزوق إن احنا نبدأ بقاعدة جديدة تبدأ من تحت خالص، نعمل أجيال جديدة تقدر تكمل المسيرة. النهارده بطل العالم ولد صغير مواليد 2003، بطل أفريقيا مواليد 2004 عمر الرملي، فالموضوع الحمد لله ماشي بتسلسل مظبوط، وصراحة الراجل موفق لنا في كل حاجة عشان نقدر نشتغل يعني. طبعًا عندنا البطولة الدولية، عندنا بدأنا البطولة العربية كانت في العالمين على أرض مصرية وأخذناها الحمد لله وباكتساح، وبعدين رحنا البطولة الأفريقية للشباب والناشئين في مدغشقر واخدنا البطولة شباب وناشئين، ولعبنا بعد كده بطولة الكبار في المغرب واخدنا بطولة الكبار، وفي بطولة العالم للشباب كان عندنا الميدالية البرونزية بطولة العالم اللاعب يوسف سامي، وعندنا في بطولة الناشئين اللاعب ياسين صبرا حاز على المركز السابع في بطولة العالم، فيعني احنا يعني عندنا ناس مبشرة في جودو مصر ان شاء الله. طبعا مشروع البطل بيبدا من السن ده وبيبدا من حتى من اصغر من السن ده، وتأسيسه كله والمرحلة دي هي اللي بيكون عليها البرفورمنس بتاعه وادائه في البطوله لو بيوصل للمنتخبات القوميه والحاجات دي كلها. احنا منتخبات القوميه بيجي لنا ناس التاسيس هو بيبقى اصعب حاجه، انت لو جالك ولد متاسس وجالك واحد معدى من مراحل العمريه مظبوطه وتاسيس مظبوط، من ساعتها بيسهل عليك انت كمنتخب مصر كلجنه فنيه وكجهاز فني الاحتكاكات والحاجات الدوليه بعد كده. بالنسبه للبطوله دي طبعا لو احنا بصينا حضرتك هتقدري تفهمي سياسه الاتحاد من غير ما نقدر نتكلم، شوف المرحله السنيه، شوف اعداد المشاركين في البطوله، احنا عندنا 3000 لاعب ولاعيبه مشاركين في البطوله دي، ودي يمكن من يعني المرات اللي طلعت دلوقتي بعد تخطيط كبير قوي ان نوصل لهذا العدد من المشاركين. كل ده بيغذي ايه؟ كل ده بيغذي الفرق القوميه، وده الغرض من خطه النشاط الاتحاد المصري للجودو دلوقتي، ان احنا نغذي الفرق القوميه من اول الشباب الصغيرين لغايه الناشئين لغايه الرجال. وطبعا زي حضرتك شايف مشاركه في اعداد كمان موجود هنا للمدربين والحكام في البطوله دي، فاحنا مش بنعلم بمستوى اللاعب بس، ولكن بنعلم بمستوى اللاعب والحكم والمدرب، وده اصدق حاجه على الكلام دون النتائج اللي احنا حققناها في البطولات السابقه.